البنات مرحبا بكم في القناه. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير في اطار الوصفات اللي هي لذيذه وصحيه. دابا حنا درنا ماسك شعرنا، انا مديره ماسك شعري مع بناتي ولا هي دار لي الطياره. شوفي لا يلا هذا ما ديريش يلا واخا يلا ما يكون It's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier. السلام عليكم الزلات، مرحبا بكم في القناه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في اطار الوصفات اللي سهله وصحيه ولذيذه. اون ميمطو غنتقاسم معكم واحد سلطه فروي، مكونات اللي متوفره عندنا في البيت وتعطينا واحد الكميه كبيره بزاف باش نستهلكوا الفواكه. حنا بطبيعه الحال تنستهلكوا الفواكه ولكن كعصائر، سواء عصائر طبيعيه اللي تنفضلوها احسن او لا عصائر مصنعه. من الاحسن الواحد يستهلك عصائر طبيعيه، ومن الاحسن كاع كل شيء هو انه ناخذوا لي فروي وكنا كاملين ناكلوهم. في هذا الاطار هذا غادي نتقاسم معكم واحد سلطه فروي تعطينا كميه كثيره وباللي متوفر عندنا من الفواكه في الثلاجه ديالنا. هذه هي المكونات ديال هذه سلطه فروي. اول حاجه خديت جوج ديال الخيزوات اللي سلقتهم بحال ما هكايا، وغادي نستعملهم ان شاء الله هما والماء ديالهم. يعني انا جوج خيزوات قشرتها ودرتهم يتسلقوا، هما والماء ديالهم غادي نستعملوهم. عندي كذلك كاس كبير ديال عصير ديال الليمون. غنحتاج كذلك تشكيله ديال الفواكه اللي متوفر عندنا. انا عندي هنايا الخيار او هذا تتسمال فكوس، تنقولوا لي حنا فكوس وداك يكون مخطط. عندي جوج ديال البنانات، جوج ديال التفاحات، عندي هذه الفواكه الحمراء هذه لقيته ديالهم بلوبيري وفرانكواز، عندي جوج ديال الخوخ، عندي كيوي، عندي لافوكا، وعندي كذلك شويه ديال المكسرات التمر اللوز والزبيب. غنحتاجو كذلك شويه ديال زريعة الكتان اللي تيبغي يضيفها من الفوق، وشويه ديال القرفه دونك هذه، وغنحتاجو كذلك شويه ديال الخس. دونك هذه هي المكونات ديال هاد سلطه فروي. ممكن تزيدو تنقصو على حسب المتوفر عندكم في الفواكه. ندوزو دابا للطريقه. اول حاجه هو غادي ناخذو هاد الخيزو مسلوق، وكما قلت لكم بالماء ديالو غناخذو نطحنوه. هو اول حاجه كما تشوفوا معايا خديت هاد الخيزو، غادي نديرو بحال ما هكايا، غادي نطحنو هو الاولاني. هنايا انا طحنت هاد الخيزو، ها هو طحنتو مزيان مزيان. غادي نديرو غناخدو نشوفو شي اناء اللي يكون كبير. هنا بالنسبة لهاد الخيزو ممكن انكم تصفيوه. بالنسبة لي انا هاد الخيزو هو طحن مزيان، يعني انه ما يحتاجش انه نصفي. يعني هذه هي المرحله الاولى. غادي نضيف ليه عصير ديال الليمون. انا تقريبا عندي واحد الكاس كبير ديال عصير ديال الليمون، هو خفيف شويه، غادي نخليه جانبا، غيكون هذا هو لاباز ديال هذا العصير. غندوز دابا الفواكه. غندوز دابا الفواكه الاخرى. بالنسبه غنستعمل مثلا الخوخ بحال ما كان. نحاول باش هاد الفواكه كامله نقطعها مربعات مقاده. We don't need to act strong. It's been too long.
هاد سلطة فروي بلي بأنها خاصة شوية ديال اللون أحمر، غنزيد فيها شوية ديال الفرامبواز، نزيد فيها شوية ديال القرفة، تتبقى القرفة اختيارية ما أنا تتعجبني فيها، وشوية ديال زريعة الكتان تاهي ممكن نحسبوها من المكسرات، وبحال ما هكا هي وليداتنا يستافدوا من هاد الزرارع هادو، من هاد الحويجات هادو. راكم عارفين زريعة الكتان تتواتى مع الشوفان حلو، مع التفاح والبنان، تتواتى بزاف مع هاد الحويجات، دونك هاد سلطة الفروي راه تتجي رائعة بزاف. كما قلت لكم اللي متوفر عندكم في الفواكه ممكن تديروه. بالنسبة لداك العصير ها هو كتيجي خاتر، مع فيه داك خيزو تيخترو. ايوا دابا غادي نقدمها. ها هي سلطة الفروي كي تتجي، تتجي فعلا رائعة بزاف بزاف، وداك العصير تيكون خاتر مع فيه خيزو، لذيذة وصحية كما تتشوفوا. واش بغيت نقدمها في الاخر رشيت عليها شوية ديال زريعة الكتان، فيها كلشي فواكه اللي عندنا، وفيها التمر اللوز اي حاجة عندكم ضيفوها فيها، الخس الخيار، وتتعطي كمية كبيرة. ها هي انا تقريبا درت غير حبه حبه ولا جوج حبات من كل فاكهه، وعطاتني هذه الكميه هذه. نتمنى فعلا انكم تجربوها، غادي تنال اعجابكم بزاف بزاف. ونخليكم انا هنايا في امان الله، الى بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، بسلام عليكم.